Tripol, Monsieur tous en vos qualités. إقليم شمال إفريقيا النارك. سيدات والسادة. رئيس المركز. الورشة هذه راح تتيح لنا يكون فيه تبادل معلومات بين الدول المشاركة، وفيه خبراء دوليين قاريين راح يقوموا بعروض، حتى نقدر نتطرق للمشاكل هذه الإرهاب الإلكتروني بما فيه تمويل الإرهاب عبر التقنيات الجديدة الإلكترونية، الدفع الإلكتروني، منصات هذه التواصل الاجتماعي اللي تتيح الجماعات الإرهابية يعني اللي promouvoir si on veut leurs activités. تقدم المذهل الذي حصل في العقود الأخيرة في مجال التقنية المعلومات والاتصال، والذي يسري وسائل التواصل والاتصال ونقل المعلومات، واكبته في ذات الوقت تحديات جدية من حيث استغلال هذه الوسائل الحديثة والمتطورة في الجريمة والإرهاب، مما يتطلب تكاثف جهود الجميع للحد منها ثم القضاء عليها بإذن الله.